فنان الأغنية الشعبية طارق الشيخ قدر أنه يتجاوز أزمته الأخيرة بعد تعرض فرقته الخاصة لحادث عربية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي الفترة اللي فاتت. قابلنا الفنان طارق الشيخ وحكلنا على اللي حصل وعن حجم الأضرار اللي أصابت فرقته. اللي حصل وفاة ده يعني هو بقى أنا وهو وربنا بقى مع بعضينا بقى. والحمد لله يعني مستورة وتمام الحمد لله. إنما كنقابة برضو للمتوفي هتديله إيه يعني. هو بالنسبة لهم يعني هو ما كانش عدل بس هم برضو يعني طلعوا حاجة للوفاة والمعاش ده يعني مش هيقدروا يطلعوا له معاش. طارق الشيخ كشف لنا كمان موقف نقابة المهن الموسيقية من الأزمة دي بالذات بعد وفاة عدد كبير من أعضاء الفرقة. يعني أنا بالنسبة لي أغلبية الموسيقيين كلهم أعضاء نقابيين والحمد لله بصراحة يعني الأستاذ هاني شاكر وكل أعضاء مجلس الإدارة بتاعت النقابة لحظة بلحظة يعني لا سابوني ولا صابوا أعضاء الفرقة بتاعتي يعني حتى النقابة بتدفع 75% والعضو بيدفع 25% صراحة النقابة دفعت ال 75% والأستاذ هاني شاكر دفع ال 25% كلهم من جيبه الخاص. الحادثة اللي تعرض لها أعضاء فرقة طارق الشيخ فتحت ملف مهم جدا وهي ملف التعويضات ومعاش النقابة. واعتبر طارق الشيخ أن مهنة الموسيقى هي مهنة صعبة جدا ورزقها مش سهل وسألناه إذا كان ناوي يأمن على فرقته ولا لا. مش هنقدر تفادى اي مخاطر لانك انت يعني احنا زي ما بيقولوا مثلا كده ارزاقيه على الله. النهارده عندك هنا النهارده عندك هنا مش مثلا شغال فنان موظف فنان الوظيفه فنان لا انت تشتغل ارزاقي. النهارده في فرح هنا النهارده في هنا النهارده هتسافر هنا بكره مسافر في الحته الفلانيه فمش هتقدر في كل مكان انت مسافره هتامن على نفسك فيها. هي الاعمار بيد الله وكل حاجه بس هو بيبقى الموضوع ان انت يعني ده شغلك وفي ناس شغلتها مخاطر اكتر مننا ومستحمل على كده. طارق الشيخ فنان صوته حلو وشكله كمان ينفع جدا في ادوار السينما وهو ده اللي خلانا نساله اذا كان بيفكر في خوض تجربه السينما الفتره الجايه ولا لا. في ناس انا شفتها كنت بحبها جدا في الغنى وشفتها لما دخلت التمثيل التمثيل خدها من الغنى وفجاه لا بقى لا طايل لا تمثيل ولا طايل غنى فانا حاططهم في دماغي قوي يعني فكل لما كنت اجي ان يعني ازود اي حاجه من ناحيه السينما ارجع تاني يعني الاقي نفسي بكش تاني لا خليك في حتتك والحمد لله وربنا مراضيك فيها وخلاص على كده. ما يعني مش مرضتش عندي رهبه منها لان انا على قناعه تامه يعني لو نجحت كاسيت ونجحت سينما لما تيجي بعد كده وقعت في كاسيت يوقعك سينما وقعت في سينما توقعك كاسيت بقوا الاثنين مرتبطين ببعض. سألنا فنان الأغنية الشعبية طارق الشيخ عن رأيه في الأغاني اللي بتتقدم النهاردة وكمان سألناه عن رأيه في أغاني المهرجانات. المهرجانات دي يعني هو رزق بتاع ناس بس أنا شايف إن هم رايحين في حتة غلط. يعني أنا لو عامل أغنية مهرجان أو ده أسلوبي في الغنى ولقيت الناس حابيني أوي فيها طب ما أنا أجيب الناس اللي بتحبني دي وأعمل الحاجة اللي هي يعني مش هجيب انا عشان اعمل اغنيه مهرجانات اقول لك عورني وعورك وتذبحني وتشتمني واشتمك لا طب وين المعنى؟ طب انا اقول لك خليك كويس معايا هبقى انا كويس معاك هتعاملني بالمعروف وعاملك بالمعروف. يبقى انا كده قدمت لك صوره من المهرجان بس في صوره وعظ. الشيخ هاجم المطربين اللي بيغنوا اغاني المهرجانات وكشف لنا عن موقف تعرض ليه ابنه مع مجموعه من المطربين دول. قعدوا شويه ايام كده واولادي متعلقين الصغيرين متعلقين بالحاجات دي لحد ما جينا في يوم في حفله وصرف اللفظ يعني مع احترامي ليهم كلهم كانوا في ناس بتوع مهرجانات قبل مني في الحفله فهم خارجين قلت له هم دول بقى اللي انتوا بتسمعوهم قال لي يا بابي انا مش هسمع الناس دي تاني لوحده يعني هو يعني قال انا قعدت اتصور معاهم مع احترام الاسماء قلت له عايز اتصور معاهم خش اتصور معاهم فروحت بعت مع اللي هو اللبيس اللي معايا قلت له خش قول لهم دول ولاد الشيخ وانا كنت قاعد بره مستني ما يخلصوا واخش انا اقدم نمرتي هو يا دوبك وصل لهم بس لقيته خارج قلت له اتصورت قال لي لا يا بابا انا مش هتصور معاهم ولا هسمعهم تاني من نفسه. وفي اخر لقائنا مع طارق الشيخ كشف لنا عن اجدد اعماله الغنائيه وعن سفر الفترة اللي جاية لبيروت لتصوير أغنية هناك جديدة. هو في حاجات جديدة شغال فيها إن شاء الله كده احتمال نسافر لبنان نصور هناك إن شاء الله مع يونس. عاملين حاجة اسمها بنتكلم عن لغة المصالح إن المصالح هي كل حاجة كل حاجة داخلها المصلحة
من غير مصلحة مش هيقول لك صباح الخير.